مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم ميديا تولك، نهدروا فيه على الأخبار والقضايا وحتى الفيديوهات الأكثر تداولا في منصات التواصل الاجتماعي واللي تفاعلتوا انتم معها مشاهدينا. أول فيديو معنا النهار اليوم من عين تيموشنت، وين قام مدير الثانوية لدريسي العفيفي بتكريم عاملات النظافة، والتكريم كان مفاجأة لهم، عيط لهم على أساس باش ينقيوا أحد الأقسام، وهنا كانت المفاجأة. نشوفوا الفيديو ونرجع. كما شفتوا مشاهدينا، الفيديو أثر في رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. ملاك علقت على الفيديو وقالت: مبادرة حسنة، مشهد تقشعر له الأبدان، جزاه الله خيرا، فكل التحية والتقدير للمؤسسة وكل من ساهم في هذه الالتفاتة الطيبة، وتحياتي لكم. أبو أحمد هو ثاني عجبه الفيديو، فقال في تعليقه: ما شاء الله، مبادرة تستحق التقدير والاحترام، أذرفت العيون وقشعرت الجلود، موقف إنساني يدل على الطينة الطيبة وصفاء القلوب، جزاكم الله كل خير وجعلكم قدوة حسنة يقتدى بكم. إلى أخبار نجوم المنتخب الوطني، ويندار حال الفيديو لأحد أطفال التريزوميا مع مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضية، وإن كان هدر وقال للقائد رياض محرز: زين روحك يا رياض، ماشي في مانشستر تلعب مليح، ومع المنتخب ما تلعبش. شوفوا الفيديو المتداول ونوليو. الطيب تفاعل مع الفيديو، قال: بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، ورياض محرز يكون هو الهداف في ذهاب وإياب الكاميرون إن شاء الله. أما عادل فقال: من أجل هؤلاء ونباتهم الطيب سنتأهل بإذن الله. إلى فيديو آخر جميل جدا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو لمجموعة من الأطفال في أحد القرى يقرأوا في القرآن بصوت واحد في موقف تقشعر له الأبدان. نخليكم تشوفوا الفيديو باش تفهموا على وش راني نهدر. الفيديو دولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه بقوة. أحمد عجبه الفيديو فعلق عليه وقال: ما شاء الله، سبحان الله العظيم، تلاوة تقشعر لها الأبدان، الله الموفق، تبارك الله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عبد الله فقال: ما شاء الله، الله يبارك فيهم ويصلحهم ويحفظهم، وجزاء من يسهر على تعليمهم، اللهم ألبس آباءهم تاج حفظ القرآن يوم القيامة، أمين يا رب العالمين. وفي الختام، وكما عودناكم في كل عدد، نبدوكم في رحلة باش نتعرفوا من خلالها على جمال الجزائر ومدنها الجميلة. الوجهة اليوم راح تكون إلى مدينة جزائرية عريقة بآثارها، تقع في الجنوب الغربي لولاية البويرة، مدينة قديمة جدا قدم التاريخ البشري والوجود الإنساني، كان لها من الأسماء ما يشهد ويدل على عراق تاريخها وقدم وجودها. في العهد النوميدي كانت المدينة تحمل اسم قزايا الأمازيغي، ولعل أبرز بقايا هذه الحقبة هو ضريح القائد تافاريناس أحد الملوك الأمازيغ في مملكة نوميديا في شمال إفريقيا. هي مدينة سور الغزلان بكسر الغين وليس بضم الغين، تنسب التسمية إلى السور المحيط بها، والغزلان هي كناية عن النوافذ الموجودة بالسور، واللي نشوفوها من الخارج كبيرة غير أنها من الجهة الداخلية صغيرة، وهو أصل تسمية غزالة، أي النافذة الواسعة خارجا الضيقة داخلا. يبلغ طوله 3 كيلومتر وسمكه 70 سنتيمتر، بينما ارتفاعه يتراوح ما بين 5 متر إلى 10 متر.
صور المدينة يشكل مستطيل بأربعة أبواب في وسط كل جهة محصن بأصناف أبراج واللي يمثل معلم من الحقبة الاستعمارية. كامل يعرف صور الغزلان اللي جاية في ولاية لبيرة، لكن قليل اللي يعرف أنه هذا المدينة تحتضن أماكن أثرية بل ومدن مغمورة تحت الأرض، وهذا اللي يدل على عراقة المدينة. بعيدا عن مركز المدينة بحوالي 2 كيلومتر نلقاو الأقواس اللي كانت تستعمل لتمرير الماء إلى السكان بالمدينة القديمة، وكان عددها 8 لكن بقى واحد برك منها. المدينة سور الغزلان معالم أخرى وأماكن تأهلها باش تكون وجهة سياحية للجزائريين اللي يحتاجوا فعلا أنهم يعرفوا بلادهم. لهنا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية هذا العدد، ما تنسوش تشاركونا بالصور والفيديوهات اللي راهي دايرة حالة في ريزو سوسيو على منصتنا الرقمية الظاهرة في الشاشة باش نهضروا عليها في الأعداد القادمة. سلام.